بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذه المحاضرة راح ننتهي من الموضوع الأخير اللي هو الهيدروجين أتوم، وننتقل بعدها لشابتر جديد متعلق بالأطياف. لا زلنا بشابتر 4 اللي هو تطبيقات على بعض الأنظمة البسيطة، وهو كان عندنا الهيدروجين أتوم. آخر شيء في الموضوع يتعلق في الكوانتم نمبر اللي هو أعداد الكم. عادة هم بيحكوا إنه يوجد عندي أربع أنواع من الكوانتم نمبر. الرقم واحد اللي ما يطلق عليه طبعا نعرفهم، هذول أكيد أخذناهم في الكيمياء العامة، اللي هو the principal quantum number، عدد الكم الرئيسي اللي هو n. هذا العدد يعطينا حجم الاوربيتال، حجم الاوربيتال يصف حجم الاوربيتال orbitals with n equal to are larger than those with n equal 1. كل ما كانت قيمة n أعلى كل ما كان حجم الأوربيتال أكبر. وبرضو بعطيني الانيرجي ليفل، مستوى الطاقة، مستوى الطاقة. كل ما كانت قيمة n أعلى كل ما كانت الانيرجي ليفل إيش أعلى. عدد الكم الثاني اللي هو ال اللي يطلق عليه the angular momentum quantum number، the angular momentum quantum number بعطيني الشيب للأوربيتال، ويأخذ أعداد قيمة ال from 0 to n minus 1. وعند عدد الكم الثالث يطلق عليه magnetic quantum number m sub l بيعطيني الorientation، بعطينا توجيه الأوربيتال في الفراغ، كيف يتوجه الأوربيتال بالفراغ، وبيأخذ أعداد M sub L 0 وأعداد إيش الموجبة والسالبة الانتجر. فلا بتكون طبعا بأخذ رموز، هو لما يحكي مثلا لما تكون قيمة L 0 اللي هو S أوربيتال اللي هو جامعة المتشار، ال P for L equal 1 for L equal 2 D for L equal F L equal 3 هو F orbital. هاي قيمة الآن بيعطينا الشيب للأوربيتال. اوكي، هاي مثلا هاي افلاك الاس، هاي الهوا هاي ها على شكل افلاك ال P، على شكل افلاك ال D، على شكل افلاك الاكثر تعقيد الافلاك الاف، على شكل الفراغي بهاي البدارات. وعند عدد الكم الاخير اللي ما يطلق عليه spin quantum number اللي هو m sub s used to distinguish between the two electrons in an orbital. R عادة يرسم في اتجاه الالكترون في المدار اللي هو up or down. لما يكون up اللي هو m sub s بيعطوه half، لما يكون down بيعطوه minus half. ويمكن نلخص في هذا التابل عدد الكم الأربعة: البرنسيبل كوانتم نمبر، أنجولر مومنتم كوانتم نمبر، ماجنتيك كوانتم نمبر، سبين كوانتم نمبر، وهي البوسيبل فاليوز لل. نيجي الموضوع آخر في يتعلق بالهيدروجين أتوم أو هيدروجين لايك أتوم اللي هو الراديال أند أنجولر نورث، العقد الموجودة في الأوربيتال. هل في عندنا نوعين من النورث؟ في إشي يطلق على الراديال، في عند الأنجولار، وفي عند التوتال. هلا الأنجولار نورث are typically flat plane at fixed angles. هلا مش كيف شكل إيش هو الأنجولار نورث؟ The L quantum number determines the number of angular north in the orbital.
The radial node between R shear at fixed radius that occurs as the Planetary quantum number increases. تفكير نهار من الأنجر نود هو نود الموجود في بلين في فلات بلين في مستوى مفتوح، واللي بحدد الأنجر نود نوجده من خلال ال كوانتم نمبر ال كوانتم نمبر، بينما الراديال نود له علاقة بآر أو بالشكل الكروي للأوربيتر، واللي بحدد الراديال نود اللي هو ايش؟ قيمة ان. انا بشوف اشكاله مع كل حال. في عندي التوتال نود اللي هو مجموع الانجولار زائد ايش؟ الراديال. يعني شوف الراديال نود مثل هيك هاي هون. الراديال نود هاي افلاك، هاي الوان اس اوربيتال. هاي النواة. طبعا ماخذين مقطع عرض، يعني انتم عارفين الوان اس اوربيتال عبارة عن كرة. وباخذين مقطع عرض لها. اذا هذا اللون الابيض هذا اللي هو النواة، واللي حواليها هي الكثافة الالكترونية. الكثافة او المدار الاوربيتال تواجد فيه الالكترون. هلا في التو اس اوربيتال برضه اخذ مقطع عرضي، كان في عندي كرتين. هاي في الداخل اغير اللون هون. هاي هون كانها ايش؟ نصف القطر الكرة الأولى R1. على المنطقة هاي لونها أبيض، هاي هون هذا النود منطقة فراغية، وبعديها في عندك كثافة إلكترونية عالية هون في المنطقة هاي. على المنطقة هاي هون هاي لونها أبيض أو لونها يلو، هاي النود، هاي هي النود. معناته النود هون جاي، كان في عندك كرتين متداخلتين، هاي وهاي، وبين منطقة فاضية، منطقة فاضية اللون عملها في اليلو، هاي هي النود. على بال 3 اس اوربيتال كان في عندي ثلاثة كرات، هاي الكرة الأولى، هاي هون، هاي واحدة، هاي الكرة الثانية، هاي الكرة الثالثة. بين كل كرتين في عندي منطقة فاضية لهم أبيض، هاي نود، هاي نود. اوكي، شوف نتحدث عن راديال نود له علاقة بـ R نصف القطر، لأن هذا هو R، له علاقة في R. معناته هون كان في عنا كم عدد النود هون؟ ما في، زيرو. عدد النود هون واحد، عدد النود هون ايش؟ اثنين. شو قيمة ان هون؟ قيمة ان هون قيمة ان واحد، قيمة ان هون اثنين، قيمة ان هون ثلاث. معناته هون ايش معطيني؟ مثل ما حكينا فيرس اس اوربيتال عند افلاك اس مختلفة 1 و 2 و 3 لكن all of these orbitals have ال equal 0، كلهم قيمة ال فيهم 0 لان كلهم افلاك الاس، يعني هون ال equal زيرو فيهم جميعهم. But they have different values of n. لهم different values of n. هون قيمة ال n واحد، هون اثنين، هون ثلاث. لكن the pair orbital has n equal one. هاي. And that is small and has no nodes. ما في nodes. حجمها صغير. الثاني بس هذا second has an equal to، هيها an equal to، حدث عن هاي. and it is larger، اكبر طبعا 2s اكبر من مثل ما حكينا من 1s orbital and has one node، عنده one node، هيها. the third orbital اللي هو an equal to، يعني هاي بحكي اكبر واحدة فيهم the larger and has ايش؟ two nodes. لو عندي لو اخذت الاوربيتال اللي بعده مثلا 4s اوربيتال كم عدد النود فيه؟ راح يكون 3. بيكون في عندي اربع كرات ال 4s، بيكون في عندي اربع كرات، بيكون في عندي نود بين الكره الاولى والثانيه، هي واحد، هي واحد،
وفي نود بين الثاني والثالثة وبين الثالثة والرابعة، معناته في عدد النود هم ايش؟ ثلاث. في عند الانجولر مثلا حكينا عنها اللي هي الفلات بلين هيها، وانها حدث عن فلات البلين، هذا هو الانجولر نود اللي بيجونها. نعرف ان فلات البلين هيك شكل. هذا هو، هذا هو النود، هذا هو يطلق عليه الانجولار، هذا هو الانجولار نود. مثل الراديال نود والاوكير وير ذا راديال وير فانكشن ار ايكوال تو زيرو اور تشينج ساين. الراديال نود طبعا بنعرف بشكل عام ايش هو النود، هي المنطقه التي لا يتواجد فيها الالكترون او احتماليه الوجود الالكترون في النود هي زيرو. اوكي، نرجع لهون، ما احتمالات وجود الالكترون في المنطقه هاي هون؟ زيرو، لا يتواجد. وهون برضه زيرو، معناته النود عند النود الالكترون لا يتواجد في هاي المنطقه. هلا اوكي، نربط هلا عدد النود مع الكوانتم نمبر. هلا عدد العقد الكلي توتال نود عباره عن ان ماينس واحد، الراديال اللي هي ان ماينس واحد ماينس ال، والانجولار اللي هو ال. هلا بالاس اوربيتال ما في عندي انجولار، لانه في الاس اوربيتال شو قيمة ال؟ زيرو. بالتالي في الاس اوربيتال الانجولار زيرو والراديال هو توتال. لما تكون هاي زيرو فالراديال عبارة عن ان ماينس واحد اللي هي توتال. اوكي؟ يعني هون شوف هون 4 2 اس اوربيتال ال equal 0 مثل ما حكينا هون، there is 0 angular node and 1 radial. ليش 1 radial؟ لانه قيمة n هون ايش؟ 2، هون قيمة n 2، 2 ماينس 1 اللي هي ايش؟ 1 radial. طبعا radial في ال s orbital للradial يكافئ التوتال، لان ما في angular. هلا في ال 2p، في ال 2p، في ال 2p orbital عندي n هون equal 2 ال ايكوال 1، الانجولار قيمه ال على ال 1، الانجولار 1، والراديان على التوتال كم؟ التوتال 1 برضه، لان 2 ماينس 1 1، معناته ما في عندنا راديان في التوبي، لان ال اللي هو 2 و1 ماينس 1 1 1 0، معناته عندي 1 نوت اللي هو عباره عن انجولار. هلا بالثيرد شيل نمبر اوف نوت ايش راح يكون بالثيرد شيل؟ يعني هو ان ايكوال 3، عدد النوت الكلي 3 ماينس 1 2، 2 بيشمل راديال بيشمل ايش؟ انجولر. مثلا في ال 3 اس اوربيتال هلا ان ايكوال 3 وال ايكوال 0، هلا حكينا في الاس اوربيتال فعليا ما في عندي انجولر، ما في انجولر، كل الموجودين فيها عبارة عن ايش؟ راديال، عددهم ايش؟ 2، اذا هو 3 ماينس 1 2. في ال 3 بي ال ايكوال 1 و ان ايكوال 2 نعوضها. هلا توتال 2، توتال 3 ما حكينا، توتال 2 بغض النظر شو نوعه، اس ولا بي ولا دي. هلا في البي، في البي راح يكون في عندي 1 انجولار 1 راديال، نعوض القوانين هون. في 3D ال equal to total 2، شو هم عبارة عن ايش؟ angular، ما في عندي radial. انتهينا من الهيدروجين اتوم، نيجي لشابتر جديد شابتر 5 اللي هو المولكولار، مولكولار ستراكشر. يعطيك الجزيئية، أنا أخذ فكرة عامة في هذا الشكل حاضرة عن موضوع الأطياف. لكن الكيمس study how different forms of electromagnetic radiation
interact with atoms and molecules. This interaction is known as spectroscopy. إذا how different طبعا إيش معنى electromagnetic radiation هو الإشعاع الكهرومغناطيسي راح نحكي عن التعريف الآن. يعني إذا جبنا يعني دراسة كيف يتفاعل الضوء مع المادة، أو المادة قد تكون عبارة عن ذرات أو جزيئات، عملية التفاعل أو الانتراكشن بين electromagnetic radiation and matter اللي هو الأتومز أند مولكولز هيطلق على إيش؟ الأطياف. هذا الموضوع الأطياف. Light is energy that moves through space and can be throughout thought of as either wave or light. يعني بحكينا إنه الضوء عبارة عن طاقة تتحرك بالفضاء وتظهر سلوك إما على شكل ويف أو على شكل بارتس. يعني الضوء له طبيعتين كلنا بنعرف، مثل ما حكى دي برويلي وحكى أينشتاين، الضوء له طبيعتين، طبيعة الموجة وطبيعة الجسيمية. طبعا there are various types of electromagnetic radiation، في أنواع مختلفة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. There are various types of spectroscopy depending on the frequency of light we are using. قالوا ما إنه في عندي أنواع مختلفة من الإلكترومغناطيسية radiation، فبالتالي راح نشوف عندي أنواع مختلفة من الأطياف. يعني كل منطقة في منطقة الإلكترومغناطيسية radiation بعطين إيش؟ نوع مختلف من الأطياف. نرجع للإلكترومغناطيسية radiation EM. electromagnetic EM radiation is a form of energy. معناته عبارة عن إيش؟ form of energy that propagates as both electrical and magnetic waves. معناته في عندي بنشأ عنه مجالين، تعرفين الضوء بنشأ عنه مجالين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. Traveling in packets of energy called photons. هاي النقطة اللي حكاها أينشتاين، معناته الإلكترومغناطيسية radiation عبارة عن طاقة تتحرك بالفضاء بسرعات عالية جدا. ممكن نطلق على كلمة فوتونات، ممكن نطلق على كلمة فوتون. طبعا يكون عليها مجالين كهرباء مغناطيسي، يكون هذول المجالين متعامدين عليها. طيب الإلكترومغناطيسية radiation is a form of energy that is all around us and take many forms such as radio waves, microwaves. يعني هو بحكينا في عندنا أنواع مختلفة من الإلكترومغناطيسية radiation مثل ما مبين عنده هون، تتراوح من الأشعة العالية جدا اللي هي أشعة جاما، الأشعة السينية اليو في، الفيزيبل اي ار مايكروويف، الراديو، اللونج راديو ويف. هذا هو المنطقة العامة للإلكترومغناطيك راديشن. الترددات مختلفة، يعني هذا الرول هون هو معطينا منطقة الترددات، ترددات عالية جدا. تن تو ذا باور 24 سكند ماينس واحد إلى ترددات قليلة جدا، أو ممكن نربطها مع الويفلينج، تتراوح من أطوال موجية قصيرة جدا إلى أطوال موجية كبيرة جدا. وهي المنطقة اللي بتهمني أنا عادة، المنطقة هاي اللي هون منطقة الفيزيبل، منطقة الضوء المرئي اللي بتتراوح الطول الموجي لها من 400 إلى 700 نانومتر. طبعا هون بحكي لنا انه مثلا في المنطقة الجاما، لما اعطي المادة اشعة في منطقة الجاما هاي كافي انها تخترق
إيش الذرة تصل إلى النواة، لأن طاقة عالية جدا. والله بحكي لنا إنه الإكس راي كور ليفل إلكترون تدخل إلى الإلكترونات الداخلية، هون تدخل الإلكترونات الداخلية. يعني شوف هون أكبر عمق قام تدخل للنواة، الإكس راي تخترق الذرة تصل إلى الإلكترونات الداخلية، اليو في والفيزيبل الإلكترونات الخارجية اللي هي الفالنس إلكترون، الآي آر فقط قادر انها تعمل ايش عمليه فايبريشن للمركب للذرات تبعونه او للروابط، الميكروويف ممكن تعمل روتيشن للمركب الى اخره. يعني كل منطقه الالكتروماجنتيك راديشن عندها قدره على عمل شيء في المركب. طيب هلا السبكترا اطياف can be classified according to the nature of their origin. يمكن أن نصنف الأطياف according to the nature طبيعة منشأها، إما نحكي عنها continuous emission or absorption spectrum. كان ثلاثة أنواع من الأطياف، إما نحكي عنها continuous or emission or absorption. الكونتينوس سبيكترم الأطياف المستمرة، وأحيانا يطلق عليها thermal or black body spectra، are emitted by an object that radiates heat as a temperature. يعني هي الأطياف اللي تنشأ من عملية رفع الحرارة تبعتها أو عملية تشريعه بـ heat أو radiation. The light spread out into a continuous band with every wavelength having some amount of radiation. For example, when sunlight is passed through a prism, its light is spread out into its color. يعني تطبيق على الكونتينوس سبيكترم اللي هو اخذناه البلاك بودي راديشن، تطبيق على البلاك بودي راديشن انه عملية إعطاء المادة طاقة وتشعيعها بهيت أوكي بطول موج معين أو تردد معين. أوكي المادة بتأخذ الطاقة وبتبث على شكل أطياف مستمرة، بتبث على شكل أطياف مستمرة. وبحكي مثال عليها إن ضوء الشمس إذا مرينا من خلال منشور منشور برزم، اللايت بده ينتشر على ايش الى الالوان تبعونه مثل هيك. المنشور بريزم اذا مرر مثال الضوء، اي المنشور بتغير اذا مرر خلال ضوء الشمس راح ياخذه اوكي وينشر الضوء يحلله الى اطيافه الى اطياف الرينبو. لكن ايش مبين هون؟ انا الالوان متداخله مع بعضها البعض، الالوان متداخله مع بعضها البعض، عشان هيك يطلق عليه كونتينوس، يطلق عليه كونتينوس. طيب نستمر، وهذا طيب نستمر يتوافق مع كون الطاقه عباره عن موجه، موجه مستمره، وبالتالي الطيف الناشئ عنه طيف مستمر. الابزوربشن سبيكترا the atoms and molecules in a gas will absorb only certain wavelengths of light. The pattern of these lines is unique to each element and tell us what elements make up the atmosphere of the sun. الابزوربشن سبيكترا بحكي انه هل الغاز قد يكون عباره عن ذرات او جزيئات. فلو اخذت النيون مثلا، غاز النيون او الارجون مثلا، عندك عنه ايش غاز مكون من ذرات. طب لو اخذت مثلا او2 CO2 الى اخره، الغاز هو المكون من ايش؟ من ملوث. معناته الغاز قد يكون عباره عن ذرات او جزيئات. will absorb only certain wavelengths of light. الضوء يمتص ايش؟ كميات محددة
من الأطوال الموجودة. هذا الحكاية بلانك، هذا الحكاية الحكاية العالم بلانك، وبور أجي بعده وضح الشغلة هاي إنه الجاز أو المادة ما بتمتص كل الأطوال الموجية، لا هي بتاخذ أطوال موجية أو ترددات مختلفة تتوافق، إنه الذرة موجودة ضمن كميات محددة من الطاقة، في عندها كميات محددة من الطاقة، فبتاخذ طاقة تتوافق مع ايش؟ مع مستويات الطاقة الموجود فيها. اوكي؟ بنش عنه يعني بجاوب خطوط بهذا الشكل، بنش عنه ايش؟ خطوط. طبعا هذا مثل ما اخذنا قبل محاضرات الاطياف الخطية اللاين سبيكترم للهيدروجين اتوم، اللي هي احد المعضلات التي ادت الى نشوء نظرية الكم اللي فسرها العالم بور. الاميشن سبيكترم occurred when the atoms and molecules in a hot gas emit extra light at a certain wavelength. فعرف الفرق بين absorption و emission؟ أعرفها. لو كنت عندي إلكترون موجود ضمن مستوى طاقة أقل، لما يأخذ طاقة بعمل عملية إيش؟ absorption. أثناء رجوعه بعمل عملية إيش؟ emission. فالemission spectra هي occur when the atoms and molecules in a hot gas. أهوت لأنه بقول ليش مكان hot؟ لأنه يكون في مستوى طاقة مهيج، طاقته أعلى. emit extra light in a certain wavelength، إنه يفقد الطاقة، يبث الطاقة، يفقد الطاقة ويرجع إلى إيش؟ مستوى الطاقة إيش؟ الأقل. فبنش عنه الطيف الانبعاثي، هذا الطيف الانبعاثي. أنا بحكي إنه the pattern of these lines are unique for each element، إنه كل element إنه طيف انبعاثي مختلف. يعني لما أخذ مثلاً الأتش 2 أكيد طيف الانبعاث تبعه بيختلف عن الأو 2، بيختلف عن الأم 2، بيختلف عن السي أو 2. يعني كل مادة أو كل إلمنت له طيف انبعاثي إيش مختلف. هاي أنواع الأطياف الثلاث، هاي الكونتينيوس، هاي الإمشن، هاي الابزوربشن. اذا بنلاحظ الكونتينيوس ما في خطوط، طيف مستمر في داخل مع بعض هذا. الايميشن والابزوربشن في عند ايش؟ خطوط محدده، خطوط محدده. على الفرق من النظر بين الايميشن والابزوربشن ان الباك جراوند للابزوربشن بطيء، شايفين هون، بينما هون عاده الباك جراوند تبعه ايش؟ دارك. مثل الايميشن الباك جراوند اللي بين الخطوط جاي معتمد. هل في عندنا لما نتحدث عن كلمة atomic spectra الأطياف الذرية are the transitions of elements between electronic energy levels in isolated atoms. They are affected by interactions of the transitioning electron with the nuclei and with the other electron in the atom. الأطياف الذرية تنشأ، يعني عملية انتقالات إلكترونية، عملية انتقالات إلكترونية بين مستويات الطاقة الإلكترونية في الذرة المعزولة. يعني ما أخذ أتوم ذرة معينة في عندنا مستويات طاقة معينة، في عندنا إلكترونات مثلا. العملية هاي عبارة عن أتومك إيش؟ هاي عبارة عن إيش؟ إلكترونيك إنرجي ليفل. العملية الانتقالات الإلكترونية بين هاي المستويات يطلق عليها ايش؟ اتوميك سبيكترا. طيب كيف تنتقل هي؟ بصير عملية انتراكشن، بجيب المادة وبعطيها ضوء، بصير عملية انتراكشن بالإلكترونات مع الأنوية ويحدث هذا الشيء. الموليكولار سبيكترا معناته في عنده عمل الأطياف، في عند اتوميك، في عند ايش؟ موليكولار. اوكي؟ هلا الاتوميك سبيكترا في عندي هون ايش؟ الكترونيك انرجي ليفل، الكترونيك انرجي ليفل. هلا في عندي هون موليكولار انرجي ليفل. الاطياف الجزيئيه الالكترونات هلا في الحالتين، يعني الشيء المشترك بين الاتوميك وبين الموليكولار في عندي انتقالات الكترونيه. لكن في الاتوميك
الانتقالات الإلكترونية بتتم ما بين مستويات الطاقة الذرية، بينما في الموليكولار صار في عند إيش؟ موليكولار إنرجي ليفل، صار في عند موليكولار إنرجي ليفل. هلا المركب له طاقة، أي مركب له طاقة. هلا هاي الطاقة الجاية فيه جاية من وين؟ في أنماط حركة مختلفة، يعني في عندي شيء يطلق عليه موليكولار موشن. بشكل عام أي مركب كيميائي له طاقة، أي مركب كيميائي له طاقة، يعني معك والله ال H2O له طاقة، H2O مثلا H2O. الطاقة تبعتها من وين جاية؟ من أنماط الحركة الموجود فيها، من أنماط الحركة الموجود فيه. على شو أنماط الحركة الموجودة بشكل عام في أي مركب؟ في عندي ثلاث أنماط من أنماط الحركة، اللي هي الحركة التذبذبية ترانزيشنال موشن، في عندي روتيشنال، وفي عندي ترانزيشنال موشن. هاي يطلق عليها ايش؟ ديجريز اوف فريدم، هاي يشار لها ديجريز اوف فريدم، درجات الحرية. طبعا غطيناها بمعادلة شرودنجر، أخذنا الحركة الانتقالية اللي أول نظام حليناه اللي هو بارتكل ان وان دايمنشن بوكس، وفي عندي روتيشنال، وأخذنا برضه ايش؟ الفايبريشنال. ممكن لخصها بهذا الشكل، معناته في عندي أنماط الحركة، في عندي ترانزيشنال، في روتيشنال، في عندي إيش؟ الفايبريشنال. هلا المركبات ممكن نصنفها لأنواع معينة، ممكن نحكي عنها مون أتوميك مثل إيش؟ مناطق مثل أرجون، غازات النبيلة، أرجون، هيليوم، نيون إلى آخره. وفي عندي البولي أتوميك. البولي أتوميك في عندي نوعين، في لينير ونان لينير، مركبات خطية ومركبات غير خطية. بشوف تصنيف المركبات بيعتمد على الموضوع اللي بشتغل فيه. هلا في موضوع الأطياف، موضوع الأطياف بصنفوا المركبات الكيميائية إلى نوعين، إما مركبات كيميائية أو غازات أو بغض النظر غاز أو غيره، أحاديث الذرة أو متعددة الذرات، إما مون أتوميك أو بولي أتوميك. على بولي أتوميك من الداي وطالع، من اثنين وطالع، ومون أتوميك. هلا متعددة الذرات برضه بتصنفوها لنا نوعين، إما تكون خطية أو غير خطية تصنيف تبعها. أنا شفت درجات الحرية، هنا تحدثنا عن إيش؟ هون عن ديجريز أوف فريدم، درجات الحرية. على الترانزليشنال الحركة الانتقالية عددهم ثلاث أنماط، بغض النظر مركب أحادي ذرة أو متعدد الذرات خطي أو غير خطي، كلهم في ثلاث أنماط من أنماط الحركة الانتقالية. لأن مركب يكون عنده مركب بغض النظر كم عدد ذراته، لما بدي يتحرك يتحرك أي في الاتجاه X أو باتجاه Y أو باتجاه Z، هاي مثل ما حكيت منه هون. بعد في عنده ثلاث اتجاهات بتحرك فيها، عشان هيك درجات الحرية ثلاث، درجات الحرية الانتقالية ثلاثة، بغض النظر عن عدد الذرات في المركب. كان في عندي ذرة ولا ألف ذرة، في إيش درجات الحرية الانتقالية ثلاثة. هلا الروتيشنال بالمناطق ما في روتيشنال، بده يكون في عندي على الأقل في عندي رابطة واحدة أو ذرتين، فما في عندي أنماط دورانية للمركبات حديثة الذرة. هلا الروتيشنال بفرق بين لينير ونن لينير. روتيشنال عدد الانماط الدورانيه عددها اثنين اذا المركب خطي، وعددها ثلاث اذا المركب غير خطي. اوكي، المركب الخطي طب H2، ايوه هذا خطي. هذا بدي اعمل روتيشن، ليش اثنين عددهم اثنين؟ انه المركب قد يلف يعمل روتيشن مع اقارب الساعة او عكس اقارب الساعة، فعدد الانماط الدورانية له اثنين. على الغير خطي ثلاثة، مثل H2O مثلا، هاي H2O يعني ثلاث انماط دورانية للمركبات غير خطي. كيف ثلاثة اجوا؟ مركب غير خط الماء بحدد مركز الكتلة اللي له هيا، مركز الكتلة، فبعك من مركز الكتلة بحدد الإحداثيات الثلاث
تبعت المركب بيعمل روتيشن حول اي محور من هاي المحاور. نمرة 3، معناتها المركبات غير الخطية بين ثلاث انماط دورانية. هاي معناتها مجموعهم الملاتبك الترانزليشن روتيشن عددهم ثلاث، اللينير 2 3 و 2 5، والنان لينير 3 و 3 6. على المتبقي بده يكون فايبريشن، المتبقي بده يكون عندي فايبريشن، اوكي المتبقي فايبريشن لانه التوتال عدد الانماط الكليه اخذناه قبل هيك 3n 3n، فالفرقيه راح تكون لمين؟ للفايبريشن، لان التوتال التوتال بيشمل مثل ما حكينا فايبريشن روتيشن اند ترانزيشن في ثلاث انماط، توتال التوتال بيشمل ثلاث. فبالتالي المتبقي لمين راح يكون؟ المتبقي راح يكون لمين؟ للفايبريشن، لان التوتال 3n التوتال 3n. هلا راح منه ثلاثه ترانزيشن واثنين روتيشن هو 5 5. هلا هذا اذا كان خطي، اذا غير خطي عندي ترانزليشن 3 وروتيشن 3 اللي هم 6 هاي. فالمتبقي لمين راح يكون؟ للفايبريشن. هاي هو تحدث اللي عن 3 بالنسبه للترانزليشن موشن اوف امون اتوميك ويربل المركب او الحركه الانتقاليه عددها 3. الحركه الانتقاليه عددها 3 مثل ما حكينا المركب بتحرك على المحاور الثلاث، اما بتحرك بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه المحاور الثلاث. فالحركة الانتقالية عددها 3 بغض النظر المركب احادي الذرة او ثنائي الذرة او متعدد الذرات. هاي الروتيشن اذا المركب خطي، اذا المركب خطي عنده 2 degrees of freedom 2 rotational degrees of freedom. اذا خطي حكينا المركب بيعمل روتيشن مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. هلا اذا مركب غير خطي مثل ما حكينا بنحدد مركبة الكتلة له وبلف المركب حول المحاور الثلاث. مثلا في عندي ثلاث 3 degrees of freedom لا روتيشن. اوكي هلا معطينا امثلة معطينا مون اتوميك مثل نيون، داي اتوميك مثل HCl، تراي اتوميك لينير مثل CO2، تراي اتوميك نون لينير مثل ايش H2O. معطينا انواع مختلفة من المركبات. على قيمة ال N عدد الذرات في المون اتوميك واحد، في الداي اتوميك 2N، في التراي اتوميك 3، ماي تراي اتوميك 3. لكن ايش الفرق بين هاي وهاي بين هذول الاثنين؟ انه هذا لينير وهذا ايش نون لينير. على ديجريس اوف فريدم اللي هو 3N قانون تبعها عدد كل الدرجات الحرية 3N 3N. على في المون اتوميك N1 3 و 1 3، في الداي اتوميك 2 3 و 2 6، في التراي اتوميك 3 و 3 9. هذا التوتال من درجات الحرية الكلية. هلا هاي تتوزع الى ايش؟ الى انماط الحركة الثلاث مثل ما حكينا اللي هم ترانزيشنال روتيشنال وايش؟ وفايبريشنال. على في المون اتوميك ما في عندي لا روتيشن ولا فايبريشن. الروتيشن والفايبريشن يتطلب وجود رابطة، لازم يكون في عندي على الاقل 1 بوند، لابد يكون في عندي على الاقل رابطة واحدة. حتى المركب يكون في عملية روتيشن او فايبريشن. وفايبريشن شو معناها؟ انه الرابطة بدها ايش؟ تصير عملية سترتشنج. فبالتالي الروتيشن والفايبريشن غير موجودين هي مار في المون اتوميك. المناسبة فقط النمط الوحيد الموجود فيه اللي هو ايش؟ ترانسليشن. نمرة 3 مثل ما شفنا. هلا في الداي اتوميك قيمة ان حكينا 2n والدرجات الحرية الكلية ايش؟ 6. هلا 3 منهم للترانسليشن. هلا الروتيشن لأنه لينير بركبات ثنائية الذرة لينير، فبالتالي في عندي 2 روتيشن اي 3 و 2 5، والاخير شو ضايل عنده نمط واحد اللي هو تذبذب، لان يعني كل الموجود عنده رابطه واحده تصير عمليه ايش؟ ستريتشنج. على فكره التراي اتوميك ايش بيختلف؟ التراي اتوميك تراي اتوميك لينير ونان لينير، فايش بيختلف عن بعضهم البعض؟ في الروتيشن. هلا بالترانزيشن 3 3 ما في مشكله، يعني الترانزيشن ثابت شايفين
translational motion ثابت بغض النظر البركة في ذرة أو ذرتين أو عدد ذرات 10 ما في مشكلة. هلا في الترياتوميك اللينير، في اللينير في عندي نمطين دورانية اثنين، بينما في النان لينير في عندي ايش؟ ثلاث. هلا بتبقى ايش راح يكون؟ للفايبريشن، لأن التوتال عندي 9 سلبي عندي هون 3 ترانزليشن، في عندي 2 روتيشن، وفي عندي 4 فايبريشن، لو مجموعهم ايش؟ 9. في النان لينير 3 ترانزليشن، لأنه نان لينير روتيشن 3 المتبقى لمين؟ الفايبريشن برضه راح يكون 3 لأن التوتال ايش؟ 9.